قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد المنعقدة بعابدين اليوم الاثنين بقبول الاستشكال العكسي المقدم من المحامي أشرف فرحات واستمرار تنفيذ حكم حظر حركة السادس من أبريل والتحفظ على أموالها وممتلكاتها. عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا اليوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية. ووجه وزير الداخلية خلال الاجتماع رسالة شكر لكافة القوات المشاركة في تأمين فعاليات القمة العربية، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المشاركة في تنفيذ خطة التأمين من انضباط وجدية يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة والقوات المسلحة وبجهودهم في إقرار الأمن بالبلاد وتهيئة الأجواء للانطلاق نحو آفاق المستقبل. وأشار إلى أن تنفيذ بنود الخطة الأمنية التي امتدت عناصرها إلى كل ربوع البلاد خلال فترة انعقاد القمة بمستوى متميز واحترافية عالية تعكس مستوى الكفاءة والاستعداد والجاهزية لدى كافة قطاعات الوزارة في القيام بالمهام المكلفة بها بكل دقة وإتقان. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة 18 لتجمع دول الكوميسا المنعقدة بأديس أبابا بإثيوبيا أن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة تهدد مساعي دولنا الأفريقية من أجل الارتقاء بأهدافنا نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمنطقتنا. كشفت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أن 877 شركة إلحاق للعمالة المصرية بالخارج مستمرة في العمل حتى الآن، وذلك بعد إلغاء 270 شركة لفقدها شرطاً من شروط الترخيص وإيقاف 28 شركة بشكل مؤقت. وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين النجم العالمي الهندي أميتاب باتشان، وذلك في إطار خطط تنشيط السياحة تحت عنوان الهند على ضفاف النيل. أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن مصر هي قاطرة العرب، ومن ثم فإن الواجب الذي تقوم به مصر لحماية الأمن القومي العربي ومقاومة مشاريع التقسيم والطائفية التي تعبث بأمن مصر والمنطقة ككل دور رئيسي وجوهري وليس دورا ثانويا ولا أمرا اختياريا تقوم به. وأضاف مفتي الجمهورية في بيان له أن ما تقوم به مصر هو في حقيقته دفاعا عن الأمن القومي والعربي. إيمان عبد الشافي، آخر النهار.